اخويا هو جاي بجلطه وده مش عايز يعمل حاجه وبيشتمنا. في الوقت اللي بيتعرض فيه الفنان محمد فؤاد لهجوم كبير من رواد السوشيال ميديا بعد تعديه على طبيب شاب في مستشفى عين شمس التخصصي، طلع شاب تاني بيشتغل حلاق في التجمع الخامس بيستغيث من الفنان حميد الشاعري. ظهر الفنان حميد الشاعري في مقطع فيديو تداوله عدد من مستخدمي تطبيق التيك توك، ظهر فيه حميد وهو بيتكلم مع الحلاق. في بداية الفيديو ظهر حميد الشاعري وهو جالس على كرسي بيطلب من صاحبه قصة شعر معينة، وبعدين حدثت مشادة كلامية ما بينهم. تطور الأمر بين حميد الشاعري والحلاق وقام من على كرسي وخلع فوطة الحلاقة منفعلا، وبعدين رماله الفلوس على الأرض وساب الصالون وهو متعصب. الغريبة إن وقعت حميد الشاعري بعد أقل من 24 ساعة على واقعة محمد فؤاد واللي قلبت السوشيال ميديا كلها مبارح. البداية كانت لما راح محمد فؤاد للمستشفى لمتابعة حالة أخوه الصحية، اتقال إنه أصيب بجلطة في القلب، حالته كانت تعبانة جدا، لكن في بعض الأشخاص قالوا إن الدكتور دخل بص لمحمد فؤاد من فوق لتحت وقال لهم أخويا هو جاي بجلطة وده مش عايز يعمل حاجة وبيشتمنا. طلعوا الكائن ده بره. طبعا محمد فؤاد اعتبر ان ده غلط واهانة وتجاهل ليه، وبدأ يتعصب على الدكتور وقال له انت مش عارف انا مين، انا محمد فؤاد، وسط حالة ذهول من كل اللي موجودين. وطبعا بسرعة الامن اتدخل وحاولوا يفضوا الاشتباك بين محمد فؤاد والدكتور واللي كانوا متعصبين والكل مش مصدق اللي بيحصل. كشف مدير اعمال محمد فؤاد كواليس خناقة المستشفى وقالوا انهم توجهوا لمستشفى عين شمس التخصصي فجر يوم الثلاث بعد إصابة أخو الفنان بجلطة في القلب، وبالفعل تم استقبالهم في المستشفى. ظهر التقرير الطبي الخاص بالمريض إنه بيحتاج لدعامتين في القلب. أخوه عنده جلطة وساعة 4.5 جرين على المستشفى عين شمس التخصصي. دخلنا على الطوارئ قالوا عنده جلطة في التقرير وهيركب دعامتين. محمد فؤاد بيقول للدكتور هنعمل إيه وبيحكي معايا، راح بصله من فوق لتحت قال له الحالة إيه، ما ردش عليه. قال له هتعمل إيه في أخويا، هو أنت نايم ولا إيه؟ راح الدكتور قال هاتوا الأمن وخرجوا البني آدم ده بره. الدكتور اعتدى في البداية على الفنان محمد فؤاد قائلا سحب التليفون من إيد محمد فؤاد وقامت المشدة وخرجنا من المستشفى ورحنا واحدة تانية وعمل العملية. الكلام ده كان فجر النهاردة وبكرة هنعمل محضر في النيابة بالوقعة كلها. من وقت الوقعة خرج كلام كتير من الطبيب ومحمد فؤاد، لكن محمد فؤاد فاجئ الكل وقال أنا هتصالح مع الطبيب، هو زي ابني عبد الرحمن وياريت السوشيال ميديا تبطل هري. لحد دلوقتي مش عارفين هل محمد فؤاد هيتصالح فعلا مع الدكتور بعد ما في اطراف كتيره اتدخلت علشان تهدي الدنيا ولا لا. طبعا الناس وهي ملهية مع محمد فؤاد على الطرف التاني كان في خناقه بين حميد الشاعري والحلاق اللي طلع يستغيث ويقول انا عايز حقي من الفنان حميد الشاعري.